من منظوري الخاص هي علاقة عمل وعلاقة في بعض الأحيان كتتطور إلى صداقة. ولكن إلا جيتي تسولتيني غادي نقول لك أودي كاين حالات، كل حالة وحالة، ماشي جميع الحالات كلها. هناك بعض الفنانين اللي تعرفت عليهم أنا شخصيا، ندوي من منطلق التجربة ديالي، بعض الفنانين اللي لما تعرفت عليهم منذ بدايات المشوار ديالي في الميدان الإعلامي فكانت صداقة أولا ديال المعرفة، ثم كتولي من بعد صداقة، ومن بعد كتولي صداقة حميمية لحد العائلية. دونك هناك الحالات كتختلف، ولكن كاين عاوتاني الشق السلبي في هذه العلاقة، هذه هو لما كتبنى على المصلحة. ولكن بما أننا احنا في هذا الميدان دائما يعني الفنان اللي كيحتاج الإعلامي، يعني تقريبا عمر الإعلامي ما يحتاج الفنان طبيعة الحال كتحتاجه، ولكن في الغالب الفنان اللي تحتاج الإعلامي. هنا ملي كتولي الإعلامي صادق أو كيرافق الإعلامي على قبل المصلحة أو لك تغى عليها المصلحة، لأن احنا أنا في منظوري الخاص يعني الحياة ماشي مشكل تكون صادقة وتكون فيها مصلحة. أما إلا غادي تولي صادقة بيناتنا على أساس أنني نرضي الطلبات ديالك ونعاونك يعني بصرفة محضة، هنا كتولي كتغى عليها المصلحة.